السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. فيديو النهارده انتوا مش متخيلين انا اكسايتنج ازاي بيه. طبعا عارفه انتوا شفتوني باللبس ده قبل كده، بس عادي يا جماعه. تمام، جالي هديه بجد من اجمل علب الهدايا اللي جات لي. اول ما شفت العلبه للامانه يعني اللي هو واو، تحسي انت ارتحتي نفسيا لما شفتيها كده. وهي من ماركه كوكو. بصوا العلبه يا جماعه فظيعه، هنفتحها دلوقتي مع بعضينا. هي المفروض من ماركه كوكو. اللي عارف طبعا ماركه كوكو دي ماركه احذيه من شي ان، ولكن هي مخصوصه او هي لاين سوفت مخصوصه لراحه الرجلين، كانه يعني كده ماركه طبيه. تمام، والفكره ان هم عملوا يا بنات كل اشكال الجزم اللي ممكن تتخيليها، يعني من اول الهيلز لحد السنيكرز لحد اللي هي البوت او الهاف بوت. عملوا كل حاجه من نفس نوع القماش اللي هو اسمه بيوني تقريبا، يا رب اكون منطقه صح. تحفه. تعالوا نشوف كده ايه اللي موجود جوه العلبه دي، ونشوف احذيه الشتاء الرهيبه اللي انا جبتهم او اخترتهم المره دي. تعالوا الاول نفتح علبه الهدايا ونشوف جواها ايه. كيوت جدا، يلا بينا. بنات انا فتحت الصندوق علشان خاطر، وبيبقى عامل زي الدرج كده، فتحت الصندوق عشان ما ناخدش وقت. تعالوا نبص ايه اللي جواه. اول حاجه بعتين لي زي جواب كده، كوكو اللي هو ماركه سوفت يعني، واسم القماش اللي هم عاملين منه الجزم اسمه بيونيت تقريبا، يا رب يكون بنطقه صح، انا مش عارفه بالظبط. تمام كده، ومعاه رساله بتقول لنا قد ايه هم فكروا كتير جدا وهم بيعملوا الخامه ديت او بيعملوا الجزم ديت، بان هم يكونوا مريحين ويكونوا طبيين للقدم مهما كان شكلها. تمام كده، تعالوا بعد كده نشوف بقى اللي جوه. اول حاجه بصوا، اصلا بصوا شكل العلبه يا لهوي كيوت قوي. بصوا واو، دي بصوا يا بنات دي عامله زي كانها مشايه كده اهي، شايفين كانها مشايه. تعالوا نحطها على الارض اهي، شكلها قمر قوي، شايفين شكلها حلو قوي. وايه كمان جوه الكيس ده؟ بصوا ده كيس كده، تعالوا نفتحه نفضي اللي جواه. الله، بصوا يا بنات كيوت قوي. بعتين لي ارنب معمول تريكو، وورق اللي هو كانه ورق الخريف، اللي هو يعني نفس الفكره بتاعه الشكل دوت الخريف يعني، اهو شكله حلو قوي. وبعتين لي كمان كيسين قطن، دول اللي هم بيحفظوا بنحفظ جواهم الشوزات، دول قطن يا بنات. تمام، وفيهم جزمه. بصوا الجزمه، بصوا الجمال، بصوا جمال الشوز، بصوا اللون اصلا، يا نهار ابيض على الجمال. لونها زيتي وهمي وهمي، تعالوا نقيسها. بصوا يا بنات شكل الشوز في رجلي، بصوا الجمال. بصوا هي كبيره عليا، وده هفهمه لكم دلوقتي حالا. تمام، بس بصوا انا رجلي عريضه من قدام، شايفين عظمه رجلي، الا ان هي واخده الشكل الرجل ومريحه جدا، خاصه ان هي مفتوحه كمان من ورا. ودي كانت اول شوز معانا بنات في البوكس بتاعنا. رهيبه بجد 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 رهيبه، حلوه جدا جدا. بصوا من جوه، بصوا من جوه، طبيه طبيه. النعل بتاعها رهيب، لونها رهيب، تنفع بقى مناسبات، تنفع بقى يعني راحه حته كلاسيك او فورمال، والله العظيم. وحتى كمان لو كاجوال هتعرفي تنسقيها، حلوه جدا. الملحوظه المهم اللي انا عايزه اقولها لكم يا بنات، انه في الماركه دي اختاري مقاسك، في الماركه دي اختاري مقاسك، لان الماركه ديت بتاخد شكل الرجل، بتاخد شكل الرجل. ف يعني القماشه دي اللي هي اللي اسمها بيوني ديت او كوكو عامه، بياخد شكل الرجل، بتبقى مريحه جدا حتى لو رجلك عريضه. يعني ده عشان كمان مفتوح من ورا، مخلي رجلي مرتاحه جدا، رغم ان انا رجلي مش بترتاح في الشكل بتاع المثلث ده بكل سهوله، انها كانت مرتاحه جدا في السليبر ده، رائع. تاني قطعه معايا، طبعا انتوا عارفين ان ماركه كوكو بيجوا في تعليب عامل كده. تمام، جبت الشوز ديت. تمام، بصوا الشياكه، بصوا الشياكه،
شياكة، شياكة وأناقة، في منها كمان ألوان. بصوا بيجي التغليف عامل ازاي، عشان يحافظ على شكل أو شيب الشوز. شايفين شايفين بجد حاجة وهم، ولكن للأسف الشوز طلع كبير جدا جدا عليا، رغم انه مقاس 40، انا مقاسي بيبقى بين 39 و40، فكان المفروض اجيب 39 لانه بجد طلع كبير جدا عليا. زي ما قلت لكم الماركة ديت تجيبي منها مقاسك، لان هي مش بيجيبوا بيعملوا القالب مريح جدا جدا، فما تخافيش ابدا انه البتاع ما تطلعش مقاسك او تطلع ضيقة، لا جيبي مقاسك هيطلع مظبوط جدا. بس بصوا بصوا المنظر، اكيد انتوا دلوقتي شايفين قد ايه هو شكله حلو من قريب ومن بعيد، الخامة، التقفيل، كل حاجة فيه بجد فوق الوهمية. تاني سنيكرز جبته، ما تقلقوش التقيل جاي ورا. تاني سنيكرز جبته، طبعا ما اقدرش بكون بجيب شوزات ما جبش سنيكرز ابيض، ولكن السنيكرز بتاعنا مختلف المرة دي. طبعا ما تنسوش ان ماركة كوكو اللي هي الماركة اللي هي يعني ضد الاوساخ والبقع، ولو اتوسخت عايزة اقول لكم هي بتنضف بمنتهى السهولة، ارميها كده او حطيها في الغسالة هتخرج فلة وكأنك جايباها جديد، فعلا كأنك جايباها جديد من غير اي اضرار. اتفرجوا على جمال السنيكر يا بنات، جمال والله العظيم بجد، شياكة مش طبيعية. ماشي، اكيد انتوا دلوقتي بتشوفوه من قريب التفاصيل والديتيلز بتاعته، قد ايه قيم، قد ايه تحسي انتي لابسة حاجة غالية، وقد ايه مريح. يعني سيبكم من كل ده، قد ايه مريح، قد ايه انتي رجلك جوه قاعدة مرتاحة، فعلا حاسة ان انتي مش لابسة حاجة، خفيف جدا خفيف جدا جدا جدا، رغم ان انتي تشوفيه تحسي ان هو ايه الهجمه دي كلها، لكن هو خفيف جدا 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 وشكله شيك زي ما انتم شايفين. بصوا يا بنات، انا بس في حاجه كنت عايزه اوريها لكم. بصوا مع الضوء الجامد الحاجات دي بتنور في قلب الشوز من ورا، تمام، وفي الضلمه بقى، بصوا بقى في الضلمه، في الضلمه الحاجات اللي هي اصلا في الشوز دي بتنور شكلها حلو قوي في الضلمه، اصلا شكلها كيوت جدا. بصوا اللي هي الاشكال دي هي اللي بتنور، بس كنت حابه اوريها لكم، لذيذه قوي، فكنت حابه ان انا اوريها لكم. بصوا زي ما قلت لكم ماركه كوكو عامله من النسيج بتاعها دوت كل الاشكال اللي ممكن تتخيليها وممكن تتمنيها. زي ما وريتكم السنيكرز اللي هم عاملينه، كمان هوريكم الهيلز. جبت من عندهم هيلز يا جمالها يا جمال. بصوا بتيجي عامله ازاي، تيجي كل واحده في كيس كده، عندهم اشكال والوان من الهيلز. بصوا بصوا الجمال والاناقة والشياكة، حاجة كده شيك 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 ومريحة جدا. عادة الهيلز طبعا بتحسي ان مش مريح، عايزة اقولك مريح لانه بياخد شكل الرجل جدا رائع، بس انت خلي بالك لو انت مش بتعرفي تمشي في الكعب الرفيع، لان الكعب بتاعها رفيع جدا، تمام. بصوا الشياكة، تعالوا ناخد اخر سنيكر جبته عشان نخش بقى على البوتات والحاجات الشيك الثقيله، برضو نفس التعليق، تمام. بصوا ده شكله، جبت اللون اللي هو الارمي او اللون الزيتي، تمام، بيبقى عامل كده وفي السلسله دي، تمام. برضو يا جماعه جيبوا من النوع دوت مقاسكم، لانه مقاس 40 طلع كبير جدا عليا، يعني كنت ممكن اجيب منه كمان مقاس 38 من كتر ما هو كبير. حلو جدا حلو جدا، وفي منه الوان كتير، ده في منه اللون اللافندر، يعني في منه الوان رهيبه. بصوا الشكل، بصوا جمال. نخش بقى على الحاجات الشتوي الجميله، طبعا نفس التغليف. بصوا بقى جبت سليبر كده، انا مش عارفه ده اسمه سليبر ولا اسمه سابو، زي ما انتوا عايزين. بصوا بصوا الجمال، رهيب رهيب. ده كله فرو، تمام، مش عارفه اكيد طبعا هتكونوا شايفين دلوقتي من قريب، كله فرو، حلو قوي 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 قوي، كمان في الشتاء هيبقى بيدفي جدا جدا، شكله جميل وكيوت قوي قوي، انا انبسطت بيه جدا على فكره، من احلى الحاجات اللي انبسطت بيها، والتقفيل بتاعه مش طبيعي، الجمال بتاعه بجد رائع. تقدري تلبسي فيه اللي هي الشرابات التقيله بتاعه الشتاء، لو انتوا عندكم شتاء جامد هتلبسيها، هيدفيكي جدا جدا جدا، بجد عجبني قوي، يعني الفينش بتاعه رائع. نخش بقى على البوتات او الهاف بوت، بجد يا جماعه الكواليتي، الشكل بالنسبه للسعر حاجات
رهيبة بالنسبة للراحة، مش طبيعية. بصوا اول واحد جبته هو البودن، طبعا اسفه لان انا لبسته ما قدرتش ملبسوش للامانه، وصورت بيه على انستجرام ووريته لكم. ايه الشياكه دي؟ بصوا ايه الشياكه دي، شيك جدا جدا جدا، مريح من هنا للسنه الجايه، مريح جدا جدا. وطبعا ما تشيليش هم الرباط ده، لان الرباط ده هنا ده شكل، هو اصلا القماشه بتاعته استيك، بتدخلي رجلك على طول وبتطلعيها على طول من غير ولا ربط ولا فك ولا اي حاجه، بياخد شكل الرجلين. يعني عايزه اقول لكم ان هو طلع كبير عليا، مجرد ما حطيت من جواه فرش بقى على مقاسي. رهيب، مهما اقول لكم قد ايه مريح، والله بجد بجد مش قادره اوصف لكم قد ايه مريح في الرجلين، حلو جدا. وبالنسبه لسعره، لو انت بتشتري حاجه ماركه محترمه مريحه للرجلين مش هتلاقيها اقل من كده ابدا، بالعكس ده انا شايفه ان ده سعره حلو جدا. ما قدرتش افوت ان انا اجيب اللون التاني بتاع الهاف بوت اللي هو الاسود دوت، جبت اللون التاني منه. بصوا الجمال، اكيد انتوا شايفين دلوقتي الجمال والحلاوه والتقفيل، الكواليتي بتاع حتى النعل حاجه كده هاي اند، حاجه كده هاي براند، غاليه، كواليتي رهيب، راحه مش طبيعيه، شكل يونيك بجد، شكلي يونيك وتريندي جدا. طبعا كنتوا عارفين ان الزبرا يعني من البراند، من البراندات اللي هي اللي طالعه موضه جدا، زائد انه زي ما قلت لكم هيتوسخ، ترميه جوه الغساله هيطلع فله شمعه منوره. في النهايه الامانه انا مبسوطه جدا جدا بالحاجات اللي انا اخترتها المره دي من كوكو، بجد براند متطور، يعني ما كانش الحاجات دي لحد مثلا من كام شهر ما كانتش موجوده، براند متطور جدا، عمل كل الحاجات اللي ممكن نتخيلها من نفس الماتيريال، عمل لك من اول اللي هو السابو لحد السنيكرز لحد الكاتاشي الرياضيه لحد الهاف بوتس لحد البوتس، على فكره عاملين بوتس لحد الركبه كمان. فبجد حاجة حلوة جدا انه بيوفر لك في منتج واحد الشكل اللي انت عايزاه، راحة رهيبة، راحة رهيبة في الرجلين، كأنك مشترية منتج طبي بحت، تمام كده. خامة كويسة جدا ومتينة جدا على فكرة، تمام. نظافة سريعة جدا، في ثواني بيرجع كأنه جديد نوفي. فللأمانة دي الحلوة قوي بالنسبة للسعر بتاعه، وكمان في كود خصم هيديك 15% خصم لو انت بتشتري من على شي ان، هيديك 15% خصم، هسيبولكوا هنا وهسيبولكوا تحت في صندوق الوصف. وثانكيو كوكو على الهدية الجميلة ديت والصندوق والبوكس، الحاجات الكيوت اللي فيه.